وسهلا لكم في ذات كديري صعبة لاباس عليكم مزيانين كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين كاملين بخير. مرحبا بكم معايا مع فيديو جديد ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نخرجكم معايا وبغيت نديكم معايا تشهيت الكرعين. تشهيتو عرفتوها ما يمكنش راه لي كله عقلي فيه الكرعين. تشهيت الكرعين وقلت والو غادي نمشي ناكلهم واول حاجه بعدا غادي ندير غادي ندوز مور ماما وبابا حيت ضروري قلت خصني يمشيو معايا. صراحه ملي قلتها لماما قلت لها غدا نمشيو نتغداو الكرعين ما ديري لا غدا لا والو وهي تقول لي امالي وزال جيبيهم طيبوه وهو باباك بغى يجيبهم راه باغي يجيبهم وهذا نطيبوه. قلت لها لا قلت لها انا ما بغيتش نمشي هي في الدار اصلا اختي ما بغيتش ندير لها تماره كذب عليكم ما بغيتش ندير لها نهائيا تماره. ودابا لقيتونا غادي نخرجوا غنمشيو ناكلوا عند واحد السيد هنايا عنده داكشي ديال اللوبيا البصره الكرعين داكشي بلدي وكيف مطيبه في الدار داكشي بنين ايوا صافي يلا زيد اختي تمشي نريحو بعدا. الله هذه البنات كتعجبني هذه خديتها على واحد البنيته هنايا في تازا اميمه كتعجبني كديرها غير في يديا داكشي في الحماك ولا كدير كتبقى كتخلي واحد الريحه مزيانه وانا اختكم كنديرها حتى في الحوايج كتعجبني ريحتها. الله ريحه الفاني البنات ريحه الفاني انا كيعجبني ريحه الفاني ريحه الفريز ريحه الفاني ريحه الفريز داكشي كامل كيعجبني. صافي اختي اختكم ضروري ندي معايا مشطي. صافي شنو اخر خصني هذا وي ربي الله اكبر اليوم البنات غتمشيو معايا حتى ناخذ شي تويشيات راه خاصني غديكم معايا اختي غديكم معايا. اشو شنو البنات مبقيتيش كتعرفي الوقت مبقيناش كنعرفو الصيف من الشتا مبقيناش كنعرفو لابسه الصنداله ولابسه معاها هادي لا حوله نحو وحق الله مبقينا كنعرفو الجو كي داير الجو بارد شويه كيبان لك فخون مبقيتيش كتعرفي راسك من رجليك. ويلا الكبيده تمشيو بعدا مور بابا وماما هما اللواله وي دي جوني الصاد ما يمكنش واه يا نار يا شي شي ما فهمتش كاين البرد ولا كاين الصاد طارق او اهلا وسهلا البنات كي دايرين صافا لاباس عليكم بخير اموركم واحوالكم كلشي هو هذاك. المهم شنو بغيت نقول لكم بغيت ندير لكم هذا الفيديو بعدا كنت درت معكم فيديو قلت لكم راه غنمشيو نتغداو انا وخوتي وداكشي وماما وبابا وداكشي وما كملتش البنات معكم الفيديو استسمح. بغيت دابا نكمل معكم الفيديو ونقول لكم شوفوا شحال الساعه 3 ديال الصباح وانا وخويا خرجنا عندنا هكا بعدا خرجنا عرفتي شنو وقع لنا تخيلوا انا مكتئبه وهو مسكين مكتئب بجوجنا مكتئبين وانا اكتئاب شكون الاكتئاب ديالو اللي حاد ديالي ولا ديالك؟ بحال كاملين مكتئبين شوف هذا المهم انا وياه شو كيتعاير انا وياه مكتئبين بجوج بينا كي قلت لكم البنات مكتئبين وشنو غيوقع لنا راه غتموتوا غير بالضحك عرفتوا وقعت لنا واحد الحاجه في لقينا راسنا سعيد قول لهم وفي لقينا راسنا لو دورود تخيلوا قلت له زيد سعيد اخويا يلاه بغيت نمشي انا باغيه غير قنطت وباغا غنفوج وكتعبت ومرضت وداك الشيء قلت له يلاه نمشي ونخرجوا انا وياك وانا نقول له هاد الصوره غادي دير غندخلوا في لوتوروت ومن لوتوروت احنا عندنا في لوتوروت عندنا لوتوروت عندنا الخرجه في ديال مكناسه يعني با واحد 2 كيلومتر ولا ثلاثه ما كاملينش 2 كيلومتر ولا ثلاثه يعني دغيا كنخرجوا من هنا وكنخرجوا قلت له ندخلوا من هنا ونخرجوا من الجهه الاخرى ونجيو فين كنلقاو راسنا حتى كندير هكا دابا مع انا مكتئبه ودايره الموسيقى وغادي دايره بحال هكا وما قلتها لماما ما قلتها لبابا ما قلتها لبنتي ما عملت حتى شي حاجه غير شدينا ومشينا كنديرو بحال هكا كنلقاو البلاكه ديال وادا مليل قلت له ناري شوف فين وصلنا كيفاش وصلنا لهنا ما فهمتش كيفاش وصلنا لهنايا ما فهمتش كيفاش وقع لنا عرفتوا تخيلوا مشينا حتى لوادا مليل ما كلينا ما شربنا ما حتى شي حاجه صافي قراب الفاس راكم عارفين بلاد تازا راه عارفين ما كلينا ما شربنا ما حتى حاجه حدنا خرجنا درتك هكا البلاكه ديال وادا مليل قلت له دابا ما عندناش كي نديرو نرجعو يعني خصنا نخرجو في لوتوروت ونعاودو ندخلو خرجنا في اعلام لوتوروت دزنا بحدا الشوا قلت له تاكل قال لي ما قادش انا ما قاداش حتى يلاه تمشينا دابا راه 3 الصباح قلت له يلا نرجعو لتازا ما عندنا ما نديرو والله العظيم البنات الا حسيت براسي اني خويت حسيت براسي اني يعني انا دابا محتاجه غير شي سفر محتاجه شي سفر
ثقافه ومحتاجه نسى وما عرفتش محتاجه لشي حاجه حيت انا براسي راه ما عارفاش اشنو واقع لي. ها هو راه ماشي غير مع حميد ولا راه مع خوتي مع ماما مع بابا في دارنا ما رانيش نورمال. ها هو هو خويا يقول لكم يقول لي كي كنبقى كندير في الدار. ها سعيد كيشوف سعيد صايب كيشوف كي كندير في الدار مسكينه كيجيبوها ليا كيجي حمقه حق الله ما تكسيريش بزاف راني كنخاف كيجي حمقه كي راه حوايج ديال البنات كنقطعهم وحق الله حتى حوايجي كنقطعهم راه كيوقع لي شي حوايج راه لا حول ولا قوه الا بالله. داكشي اش كنقول لكم عمركم تحكموا على شي انسان تتعيشوا معاه عمركم تحكموا على شي حد تتعيشوا معاه. سعيد داب براسو دوز اخويا دوز عاينو يدوز بعدا هذا دار لنا الطشاش. قلت لكم البنات والله العظيم الا كان حسيت براسي انني خويت وحسيت براسي اني دابا صابا دابا راه 3 الصباح سعيد كيقول لي يلا ندخلوا كنقول له بلاتي ما قادراش ندخل للدار. قلت لكم البنات والله داري ما بقيتش كنحمل ندخلها دارنا ما بقيتش كنحمل ندخلها وحنا ما بقيناش مزيان راه ماشي غير انا راه ما كنهضرش غير على راسي راه حتى خوتي راه شي حاجه ماشي نورمال فهاد الشيء. امبوسيبل هاد الشيء اللي واقع وحق الله والله هاد الشيء قسما بالله ما فاهمين راه خوتي انا ما عمرهم زعما ما جاوا هضروا معايا في هاد التخربيق وفي هاد الشيء ولكن شي حاجه تما ماشي هي هذيك شي حاجه اللي في شكل. انا الحاجه الوحيده اللي كنقول لكم غير دعيو معانا ديو معانا اللي فيها الخير الله يجيبها لنا. اما بالنسبه لحميد شوفوا نقول لكم واحد الحاجه هذاك راه كيبقى راجلي وكيبقى باين بنتي وكيبقى دوزنا حوايج زوينين اكثر من الحوايج الخايبين ولا نقول لكم دوزناهم قد قد ولا نقول لكم الخايبين حتى اكثر من الزوينين ولكن كاينين الزوينين فهمتوا يعني حتى الا شت غادي نشوف لذاك الزوينين. انا الحاجه الوحيده اللي ضراني منه راكم نتوما شفتوها بعينيكم وشفتوا في القناه ديالو شفتوا داك الشيء هذاك هو الحاجه الوحيده اللي ضراني. والحاجه الثانيه هو انه داير داك القناه ضد فيا انا قلتها له قلت له خدم على راسك دير كونتوني ديالك الله يسهل عليك ولكن باش بقى زعما داير داك القناه احتياطيه يعني باش انا يبقى لي مشكل وانت تخرج تبغي زعما تلاخر تجاوبني ولا تبغي دير لي شي حاجه ولا تبغي ما عرفتش انا داكشي اللي في عقله اقسم بالله ما عارفه ولكن شي حاجه تمام ماشي هي هذيك. داكشي علاش انا ضراني يعني كنبغي انا من النوع اللي كنبغي ما كنبغيش نخدم ستيلو احمر بزاف فهمتوا ستيلو احمر عندي غالي شي ستيلو احمر راه باش عمر داك داك الحمريه في داك ستيلو داكشي راه بزاف ديال التجارب في حياتي راه داك ستيلو احمر ما نخدمو حتى الا كانت فريمون شي حاجه اللي تستاهل انني نخدم عليها ستيلو احمر واش فهمتوني يعني كنحاول اني في حياتي ما نكونش كنصحح بزاف حاجه كتبان لي حاجه كنساها حاجه كنمسحها حاجه كنخدم عليها شت الغلط دابا بحال مثلا نتوما كنقول لكم من هنا شتو شي حاجه بيا الله يعطيكم الستر كتبوها لي في لي كومونتير نغيرها نحسنها يعني راه الانتقاد البناء راه هو اللي كيوصل للانسان راه ماشي تجي تعايريني وتسبيني بمستوى منحط لا ديري انتقاد بناء اللي غادي نقرا الكومونتير ديالك وغندير لك قريبه ونقول لك برافو عليك غادي نحاول ندير هذا الشيء اللي قلتي لي غنغير من راسي غنصحح من راسي واش فهمتوا يعني ما كنبغيش نخدم ستيلو احمر بزاف انا ولا الا كنت غادي نقول لك واحد الحاجه اللي غادي تزيد بك القدام راه غنقولها لك واني باش نقول لك شي حاجه اللي غادي تجرحك ما كنقدرش البنات واش فهمتوني. داكشي علاش قلت لكم هذا النهار اختي تلقيت راسي غادة شفتكم ما درتش هكا وبانت لي داك البلاكا يعني مع درتها بحال اللي خرجنا سهينه لا انا لا خويا سهينه شفتو ما درت هكا حتى شفت انه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك والله عاد شفت البلاكا عاد بحال اللي عاد فقت قلت ناري راه كاينه بنتي راه ماما بابا راه كلهم عندي في الدار راكم عارفين ملي كيكون شي مشكل راه ما غيخليونيش نبات بوحديتي ولا ضروري كيجيو عندي بابا وماما وداك الشيء كلهم عندي في الدار وتخيلوا والله العلي العظيم الا تا درت هكا وانا نقول ناري شنو كندير انا فين غاده ويلي وشكون عندي انا في الدار ويلي شنو كندير ايوا الحمد لله منين توقدنا ورجعنا في اخر المطاف هادشي اللي غادي نقول لكم احنا في فاس فاس كون بقينا موقدين موقدين كون رحنا ماشي في فاس كون رحنا في دنا فاس ليه رحنا في شي قنيطره ولا في شي رباط ولا ما عرفتش. المهم الحمد لله والله العظيم صايقين بدون عقل تخيلوا ما حسيتش براسنا شنو كنديروا يعني غير غاديين في الطريق وصافي يعني ما عارفينش راسنا واش صايقين مزيان ما صايقينش مزيان غاديين بسرعه ما غاديينش بسرعه يعني ما حسيتش بداك الشيء. هادشي اللي غنقول لكم انه الانسان دائما يحاول
راسي يعني غادا ما عرفت راسي واش كنا كنجري ولا ما كنجري، واش كنا غادي بشويه ولا غادي بالجد، واش كنا مزيانين واش كنا شادين ليه من ولا ليه صرف، فهمتوا يعني العقل ما كانش كان غايب. ولكن الحمد لله والشكر لله واننا الحمد لله رحنا مزيانين، دخلنا لتازا بخير وعلى خير. دابا غادي نجيو ناخذ تويشيات مع عند الصحراوي وغادي نمشيو اختي لدارنا عند ماما وعند خوتي وعند بنتي راه كتعايني مسكينه. يو هذا ما كان عرفتو، جايبه انا شوفوا جايبه الباور، جايبه التليفونات، كلشي خصني غير نسافر، خصني غير الحوايج. ايوا الحمد لله والشكر لله. هذا ما كان الكبيده ديالي، تهلاو لي فراسكم. وغير بغيت نقول لكم غير فتحت الكاميرا قلت والله تنعاود هادشي للبنات، تهلاو لي فراسكم كنحماق عليكم.